هو يمكن كان تحب نبدا ونقول لك اللي انا تفاجات شويه باولى الاحكام الصادره على المحكمه الاداريه، لانه عاده من عودتنا المحكمه الاداريه في قضاء فقه قضاء مستقر تقريبا من اواسط السبعينات من اول قرارات نتاعها، ان هذه كانت نصيره الحقوق والحريات. الان كي شفت انه اغلب الاحكام تقريبا برفض المطالب التي قدمت لها، طبعا معناش درايه كافيه بالملف وكيف بنت المحكمه الاداريه هذه القرارات، لكن ما اتمناه انها تواصل المحكمه الاداريه في توجهها الحامي للحقوق والحريات، وانه على الاقل في الاستئناف نداركوا هذه الاحكام. إذا مشينا في الإصلاحات الاستعجالية الكبرى اللي على مستوى التشريعي، طبعا كل واحد طريقته أو المجال اللي باش يركز عليه. كان باش ناخذ أنا المجال، مجال الحقوق والحريات بالأساس، نقول بأنه أهم ما يجب القيام به الآن مش كان قلنا من البارح، هي المجلة الجزائية التونسية. نحب نذكر المجلة هذه راهي صدرت عام 1913، أكيد طرأت عليها عديد التنقيحات إما لتحسينها أو في بعض الحالات مش حتى لتحسينها، ولكن نحب نذكر هي راهي أولا هي إرث استعماري للي ناسين، راهي تعملت في الفترة الاستعمارية وعملها المستعمر الفرنسي في ذلك الفترة لحماية حقوق المستعمر الفرنسي على كل المجالات. واللي نعيشوا فيه اليوم من استعمال تلك النصوص، سواء الفصول المتعلقة بالجرائم الأخلاقية أو خاصة الفصول اللي قاعدة تتفعل في فترات الدكتاتورية عادة اللي هي الاعتداء على عون عمومي و هذيك الكل عم حطهم المستعمر الفرنسي لحماية الأعوان الفرنسيين اللي يخدموا في تونس. فالآن أعتقد بأنه لو ثم حاجة مستعجلة جدا هي المجلة الجزائية، خاصة وأنه العمل عليها سيكون يسير الآن. ما ننساوش رانا في 2018 كانت عندنا لجنة الحرية الفردية والمساواة، وعملت تقرير نعتقد بأنه تقرير هام جدا 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 ينجم يمكننا الآن إذا حبينا نصلح المجلة الجزائية نرجع لذلك التقرير ونحاول نصلحها الآن، لأنه موجود النصوص المقترحة. يجب أن نفرقوا بتدخوني بين مؤسسات 25 جويلية في المطلق والبناء القاعدي. نبدأ بمؤسسات 25 جويلية اللي هي شنية في نهاية الأمر. وقت اللي خرج الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يحكم في السلطة القائمة الآن وقال لنا في 25 جويلية أنه علق عمل البرلمان، ثم بتبيع أنه أقال حكومته، ثم رويدا رويدا حل المجلس الأعلى للقضاء، ثم تم حل مجلس النواب، ثم عمل الاستشارة الوطنية متاعه التي أسست لدستور جديد وانبثق عنها البرلمان الحالي، وانبثق عنها مجلس الأقاليم الجهات الأقاليم، وانبثقت عنها السلطة المحلية الآن، وستنبثق عنها في المستقبل مؤسسات أخرى كما المجلس الأعلى للقضاء كما المحكمة الدستورية. التقييم هو عادي جدا. على أي أساس بنيت تلك المؤسسات؟ هي بنيت على أنقاض أو على بيلون عملناه للمؤسسات القديمة. أنا مانيش متأكد أنه المؤسسات الحالية بنيت بعد ما عملنا البيلون، على خاطر كان عملنا البيلون رانا نحسنوا المؤسسات القديمة، مش نعمل مؤسسات معناها ما تجيتش باش تحسن المؤسسات القديمه. فالبينوم ينجم يكون الا نيجاتيف برشا نتاع 25 جويلية اليوم. ناخذوا امثله باش ما نقعدوش في النظري او في العفوي. كي ناخذوا البرلمان الحالي، يعني احنا شنو كنا نعيبوا على البرلمانات السابقه وخاصه البرلمان 14-19؟ بطبيعة هو أنه ما كانش عنده دور كبير في الإصلاحات الكبرى، في إصدار النصوص القانونية، في أنه متماهي أو غير متماهي مع السلطة التنفيذية، الانسجام مع بقية المتدخلين. أي هل أن البرلمان الحالي اللي ما عادش نراوها بالكل كيفاش يخدم، على الأقل البرلمانات الأخرين كنا نراوها كيفاش تخدم، هل أن البرلمان الحالي اللي نطلب منه أنه يتدخل بكل استعجال حتى يلغي المرسوم 54 ما يعملهاش ويقول لك نخليوها بعد الانتخابات الرئاسية؟ هل هذا المطلوب من برلمان يرى في هالتجاوزات الكبرى من قبل نص قانوني ما يعملش؟ نفس الشيء، وين المحكمة الدستورية؟ بالرغم أن المحكمة الدستورية الآن سهل باش تتسمى، لأنه الدستور اللي حطه رئيس قيس سعيد بسط تركيبتها، ولكن ما هيش موجودة لحد الآن. المجلس الأعلى للقضاء، حتى المجلس المؤقت اللي حطه رئيس الجمهورية بعد ما ألغى محل المجلس الشرعي السابق ما نسمع عليه حد شيء، أغلب الناس اللي فيه خرجوا على التقاعد. يعني كيفاش يتبدلوا هذوم؟ يعني حتى المؤسسات التي وضعت إما ما نراوش فيها تخدم ولا ما تخدمش، كما المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما نعرفوا عليه حد شيء، أو تم التنصيص عليها وغير موجودة الآن، أو هي في تماهن تام مع ما يشاء رئيس الجمهورية اللي هو البرلمان الحالي. فيما يتعلق بميناء القاعدي، نعتقد بأنه مشروع الرئيس من البداية
هو طبعا إعادة المشهد السياسي، ولكن مش فقط المشهد السياسي، إعادة أيضا المشهد الاقتصادي والاجتماعي. وهذيك لاحظناه من البداية، من اللي بدأت المؤسسات اللي دعا لها رئيس الجمهورية كما الصلح الجزائري اللي يحب الريع متاعه يستعمله للتنمية بين قوسين في الجهات وخاصة للشركات الأهلية. فهذه الفكرة كلها شنو صداها اليوم؟ ما هو عدد الشركات الأهلية؟ كيفاش تخدم؟ شكون اللي قاعد يتمتع بها؟ لأنه هذه الفكرة الأصلية، أنه نحول التنمية الاقتصادية من ما يعرف باقتصاد الريع كما نعرفوه إلى نوع آخر من اقتصاد الريع اللي احنا ما نعرفوش الآن. وقد يشكل مثلا مسألة الصلح الجزائي ومسألة الشركات الأهلية في المستقبل مدخل كبير للفساد على ما أعتقد، لأنه احنا ما عندناش حتى شفافية فيما يتعلق. وكل مرة نسمع أنه البنوك تمول، آخرها تدخل البنك الوطني للتضامن اللي هو باش يولي يمول الشركات الأهلية، ونعتقد أنه هذا مدخل كبير نخشاه للفساد. دأبت تونس تقريبا، احنا الان عندنا تجربه طويله، بديناها من 2008 قدام مجلس حقوق الانسان، 2012 2017 ثم 2022، وجاونا التوصيات الختاميه واضحه في 23 مارس 2023. تونس وردت علينا اكثر من 280 توصيه، واغلبها تمس الحقوق والحريات والعوده الى الديمقراطيه، وكان ذلك واضح في عديد التوصيات اللي وردت علينا. اللي لاحظناه وهذه حاجه جديده، انه خلافا 2008 2012 و2017، تونس المرة هذه لم ترفض أي توصية، قبلت ما يفوق 180 توصية واستمعت إلى بقية التوصيات، ولكنها لم ترفض صراحة أي توصية. ما معناه شنية؟ أنه تونس ستفكر في كل هذه التوصيات. هي حاجة إيجابية على مستوى الشكل، لكن ننتبه، هي أنا في قراءتي هي مناورة، تقولك أنا النجم ما نرفضش ولكن ما نطبقش. ولذلك احنا توقعدين نراقبوا في الدولة التونسية اللي قبلت اكثر من 180 توصية شنو باش تعمل بهم، لانه عندها موعد بعد مدة قصيرة في 2027 باش تستعرض من جديد الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الانسان، وباش يتعاودوا يسائلوها على اللي ورد عليها من توصيات وشنو عملت فيهم. بالمحصلة كان ناخذوا باش منظ المهاشة من 2023 لتوا، يعني عندنا اكثر من عام وبعض الاشهر من اللي وردت علينا التوصيات. كي نعملوا نتبعوا ما ورد علينا التوصيات، لقاونا القول احنا ما نفذنا حتى شيء فيما يتعلق بالحقوق والحريات. يعني احنا كجينا توصيات على حقوق النساء وعلى وجوب ان يعني تصادق تونس على اتفاقيه اسطنبول المتعلقه مثلا بالعنف المنزلي والزوجي، حد الآن تونس ما صدقتش برغم اللي هي قبلتها. كي جينا توصيات تتعلق بتطبيق الفصل 230 ومنع الفحوصات الشرجية، احنا لحد الآن نعرف أن الفحوصات الشرجية متواصلة. كي جينا توصيات تتعلق بعدم طبعا حكم على الأشخاص مستهلكي مادة مخدرة، نلقاو لحد الآن الناس قاعدة تتعدى أمام القضاء على استهلاك مادة مخدرة. كي جينا توصيات تتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم تطبيق ذلك المرسوم سيد ذكر 54، نحن نلاحظ لحد الآن المرسوم قاعد يتواصل التطبيق متاعه، بالرغم أن تونس قبلت كل هذه التوصيات. يعني بالرغم أن هي قبلتها، عنا على الأقل عام وشوية من تطبيق هذه التوصيات، ومع ذلك نحن لازلنا فيما قبل مارس 2023، أي فيما قبل صدور هذه التوصيات علينا.